السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.